ينفع كده يا عم عمر تمشي وتسيبني في المرستان ده لوحدي؟ ماشي، بس أنا جاي عشان أقول لك، مش عارف جاي عشان أقول لك إيه، بس أنا عايزك تطمن على الولاد، متخافش، حسن وحسين باخد بالي منهم كأنهم ولادي، وربنا يقدرني أكون أب كويس ليهم. عشان انا عارف ان انت لو مكاني كنت هتعمل كده واكتر. بس انت وحشتهم قوي، وحشتني انا كمان، وحشتنا كلنا. هو صعب حد يملى مكانك، بس أنا والله بحاول بجد. ربنا يقدرني أكون أب كويس لي. تعرف أنا عمري ما قلت لك الكلام ده قبل كده، بس رغم إن معرفتنا كانت قصيرة، إنما أنت أثرت فيا أوي.